بقول كل فلاحين مصر وكل قائمين على الزراعة في مصر، خلوا بالكم لأن أهم حاجة في حياتنا الزراعة، ولازم كلنا نحافظ عليها، ولازم نحافظ على الرقعة الزراعية وما تمتدش إليها يد العبث، عشان كل شبر في مصر زراعي محتاجينه من اجل اولادنا ومن اجل مستقبلنا. طب استاذ هاني، معلش، هذه المناسبه بالنسبه للاعتداء الغاشم على جنودنا على الحدود المصريه، مفيش بني ادم او انسان يقبل اي اعتداء على اي انسان، وده اعتداء غاشم وربنا هيجيب لنا حقنا ان شاء الله. هل قدس البابا هيقدم بيان في الشهر؟ قدس البابا في الخارج في العلاج الحقيقة. من يمثله؟ احتمالات هو وهو في الخارج بإذن الله طبعا، لأنه لا يرضي ما حدث يعني. نعم، شكرا. شكرا.